علي والنبي ما تضربش في ده. وانت ماشي بترول لي تركز كويس قوي ان مفيش حاجه لا تدلدق منك ولا تقع منك. ها وهتيجي عند اوضه النزيل تخبط عليه خبطتين وتقول كده بالظبط روم سيرفيس كانك في الازاحه. اول نزيل ما يفتح الباب ما تبصش في عينيه تبص في الترولي. ايه ده؟ انت جبت الولاعه دي منين؟ ايه؟ لقيتها؟ لقيتها ولا سرقتها؟ سرقتها انت اتجننت يا امين؟ هو انا حرامي؟ الولاعه دي بتاعت ادهم بيه الله يرحمه، لقيتها ازاي فجأة كده يعني؟ لقيتها مطرح ما لقيتها، المهم ان انا ما سرقتهاش. ما بصش في عين النزيل وعيني تبقى على الأرض والترولي ما يتهزش. وبعدين؟ من امتى حد من الهاوس كيبنج بيجيب الفطار الاوضه؟ رضا اللي كان هيدخله، بس انا قلت له ان انت اللي طلبت ان انا اللي اجيبه لك. وانا طلبت منك كده؟ لا بس انا قلت كده عشان انا عايزاك. اسمع عايزه حضرتك، مش من حقك تعوزي، انا اللي عاوزه وانا اللي اقرر. واقولها لك اخر مره يا ورد، انا عمري ما هعوزك تاني عشان خلاص انا خطبت وهتجوز وبحب خطيبتي جدا ومش ناوي اخونها ابدا. عشان كده كل اللي بيني وبينك هو ان انا مدير الاوتيل ده وانت موظفه فيه، مفهوم؟ بس انت عارف ومتاكد ان انا بحبك. دي مشكلتك مش مشكلتي، ما اتفقناش على كده ولا ينفع ان يبقى في بين واحد زي واحده زيك اي حب. بس ينفع تنام معايا؟ كانش غصب عنك، كان برغبتك وكنت بتاخدي التمن. انا حامل. مبروك. ويا ترى من مين؟ انت عارف ان مفيش حد لمسني غيرك؟ ما اعرف من ايه؟ لا انت عارف ومتاكد يا مراد. بيه، اسمي مراد بيه وحدودك لازم تلزميها كويس قوي علشان مصلحتك. خدي دول وشوفي هتتصرفي ازاي بعيد عني خالص، انا ماليش دعوه. امسكي. انا مش هتصرف، انا مش هنزل اللي في بطني ده. ابني وابنك. ابنك لوحدك وابنك انت كمان، ولازم تعترف بيه. لازم؟ يعني ايه لازم؟ اتجننتي يا شاطره ولا ايه؟ لا انا لسه ما اتجننتش، بس انا ممكن اتجنن واطلع للناس دي هنا ما اقولها على اللي بينا، او اقولها عن غرامياتك اللي معايا ومع اللي قبلي، وساعتها بقى ما تهيأليش ان هيبقى في جواز ولا هتفضل مدير. انتوا بتهددين انا حته خدامه؟ انت عارفه ممكن اعمل فيك ايه؟ انت اللي مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. الست سكينة عرفت اني حامل وهتقول الاسم تاني. وعرفت من مين؟ لسه، بس انا مش هقبل ان بعد ده كله ما ينوبنيش غير القرشين اللي عايزني انزل بيهم العيل والاقي روحي مرميه في الشارع. ولو انت شايف ان اللي بينا ده ما كانش حب وان انا خدت تمنه، يبقى لازم تدفع تمنه كبير قوي عشان ما افتحش بقي وما افضحكش في اللوكان ده. انا مش هنزل اللي في بطني، وهتامن لي مستقبلي وهتامنه لي كويس قوي كمان يا مراد بيه، وبقى ضيف تمن الألم ده كمان. بس أنا مش هستنى كتير. كفاية انفعال بقى يا أمال، أنا مش متضايق يا حبيبتي، أنا ما يهمنيش غير إنك تبقي كويسة علشان خاطري وعلشان خاطر ابننا اللي جاي. أنا بقى فارق معايا يا حسين، عشان خلاص ما بقتش مستحملة إنه يتقال على جوزي ابن الباشا العاطل اللي ملوش شغل ولا مشغلة. ممكن تهدي يا أمال وكل حاجة هتتحل بالتفاهم؟ ألو؟ أيوة ماما، إزيك؟ صباح الخير. آه لا والله أنا قلت بس أسيبك نايمة براحتك. اتفضلي.
عواقب مفاجاه اسمها هانم. طيب انا ممكن اقول لهم يجيبوا لك الفطار في الاوضه ولا تحبي نفطر في التراس؟ حاضر يا ماما. حاضر خلاص انا جاي. مع السلامه. هتحبي تيجي؟ انا معي. مش هروح لحد. طيب انا هروح لها. أمل، أنا أكتر حاجة كانت مفرحاني وأنا جاية من لندن إني هشوفكوا ونستفرد ببعض ونقعد نحكي زي زمان. أنا ما كنتش عايزة أرجع على مشاكل وشدة أعصاب. أنا لا فارق معايا مرات المدير ولا غيره. أنا كل اللي فارق معايا عيلتي، إنتي وماما ومراد. ومراد أكيد هيوحشني برضو، ولو إن أنا مش فاهمة وأنا ليه متوترة أصلا من موضوع الخطوبة ده ومش مصدقة لسه. متوترة يعني؟ معرفش يا أمال، يمكن فترة سفري طول دراستي، حياتي لوحدي في وسط بنات تفكيرها مختلف، حسستني إن الحياة أكبر بكتير من الجراند أوتيل اللي إحنا عايشين فيه طول عمرنا. وأنا كمان تفكيري اختلف وأولوياتي اختلفت. أنت حبيتي حد هناك يا نازلة؟ لا لا، ما حبيتش حد تاني. بطلت تحبي مراد؟ ما هو عشان ارد على السؤال ده انا لازم ابقى عارفه انا عايزه ايه والحب ده بالنسبه لي ايه. انا ساعات بسال نفسي، هو انا اصلا حبيت مراد؟ انت طول عمرك بتحبيه؟ طول عمري ده وانا طفله يا امال، بس انا كبرت وتفكيري كبر معايا وجهات نظري اختلفت في حاجات كتير قوي. نازله لازم تردي على كل اسئلتك وتحسميها كويس قوي قبل ما تتجوزي من مراد، عشان الجواز ما فيهوش هزار. ادخل. حضرتك طلبتيني؟ تفتكري ليه؟ أبوس إيدك يا ست سكينة، استري عليا. ما أنا قلت لك حاضر هستر عليك لما أصحى ما ألاقيكيش، بس واضح إن أنت اللي مش عايزة تستري. ما أنا مش عارفة أروح فين، حضرتك عارفة يعني إن أنا مقطوعة من شجرة وماليش حتة أروحها. وأنا ما بشغلش هنا مقاطيع، وقلت لك 100 مرة الأوتيل ده له سمعته، واللي عملتيه ده يبوظ أي سمعة. بس أنا برضو قلت لحضرتك إن أبو اللي في بطني يعني هيرجع وهيصلح غلطته وهو وعدني بكده. مش مشكلتي ولا مشكلة الأوتيل، وهتمشي النهارده قبل بكره. طب انا هستسمح حضرتك بس تديني مول. اوه شكلك فعلا مش عايزه تتستري. سايب شغلك وجاي ليه؟ اثبت ان انا عاوزاكي. روح شوف شغلك. ابعد عني يا امين، انا لا طايقه اشوفك ولا طايقه اشوف حد دلوقت. ما سمعت. وايه يعني ما تسمع؟ ما الناس دلوقتي كلها هتشوف وهتسمع. ما امك طالعه تفضحني اهو. طب ايه الكلب اللي عمل كده؟ وانا اروح اجيبه لك وخليه يصلح غلطته ويديني كرامتي. انت طيب قوي يا امين، انا مش عايزك تزعل مني. وديك عرفت دلوقتي انا ليه كل الفتره اللي فاتت دي كنت بصدك، عشان مش عايزك تحبني، عشان انت تستاهل واحد احسن مني بكتير. مش كده يا ورد؟ وطلع يوت. انا اصلا عمري ما زعلت منك. انا دلوقتي مش زعلان منك، انا زعلان عليك. ما انا مش عارفه اروح فين. هو مش انت بتقولي ان ابوه مسافر ورجع تاني؟ ابوه؟ مش بقولك ان انت طيب وعلى نيتك؟
ابولا راجع ولا نيلة. انا كمان مش عارفه دماغي كانت فين، مش عارفه عملت كده ازاي. معلش معلش، كل مشكله وليها حل. ربنا يخليك لي. كان في موضوع كده يا هانم كنت عايزه اكلم حضرتك فيه. عارفه هتقولي لي رئيس الخدم، قولي لمراد بيه. لا هو موضوع تاني هانم. موضوع ايه؟ اصلا عرفت من عزيزه الدايه اللي في البلد ان في بنت من البنات اللي بيشتغلوا عندي تحت رحت لها عشان حامل. من غير جواز؟ من غير جواز. انت رودي، انا كنت هعمل كده بس قلت اخد الامر من حضرتك الاول. خضتني اخصى عليك. هي دي مش غرفه 29؟ لا دي 19. انت ما شفتش نمره الاوضه بره ولا ايه؟ احسن يكونوا غيروا نمر الاوضه ومحدش قال لنا. هو مكتوب بره 29؟ يمكن اتلخبطت. ولا ما بتعرفش تقرا وتكتب زي حالتي؟ لا ازاي، ده انا شاطر جدا في القرايه والكتابه. انا صحيح ما بعرفش اقرا واكتب بس حافظه نمر الاوض كلها، اصلا انا بيها وبحفظ بسرعه. باين عليكي. طب بقول لك ايه، استنى لو ما عندكش مانع يعني ممكن لما تبقى فاضي تبقى تعلمني القرايه والكتابه حتى ينوبك ثواب. حاضر. هيا يا فندم. هي دي يا مكرم بيه؟ ايوه هي البدله. كانت فين؟ راحت غلط لاوضه ثانيه. راحت لوحدها؟ تبعت مين يوصلها المكتب؟ انا اسف يا فندم دي غلطتي، واول حضرتك ده مش تكرر تاني. الغلط مش مسموح بيه هنا، عندك خصم. لا مراد بيه الموضوع مش مستاهل. عشان خاطرك يا مكرم بيه ما اقدرش اقول لك لا. خلاص انا اسفه، انا هاجي في وقت تاني. اتفضلي يا عروس، انا كنت ماشي. تعالي اتفضلي. صباح الخير يا مكرم. صباح الخير. اتفضلي. اسمح لي اقدم لك ازازه نبيت على سبيل الاعتذار يا مكرم بيه. ميرسي، الموضوع مش مستاهل خالص. لا صدقني هبقى مبسوط لما اعمل كده. ميرسي مره ثانيه. احنا لاسفين مره ثانيه يا فندم. اتفضل. كل ده نوم؟ ما نمتش كتير. امال كنت فين؟ ما شفتكيش من بدري ليه؟ كنت بصالح امال. سماح المره دي عشان خاطر امال. طب اقعد كمل شغل، انا مش قصدي اعطلك، انا بس جيت اصبح عليك واديك الورد. شكلك حلو قوي وانت قاعد ورا المكتب، لايقه عليك الاداره. انت اللي شكلك زي القمر. طب يلا بقى كمل شغل بلاش بكش. هقابلك على الغدا وبخلي حد يجيب لك باص عشان الورد. ميرسي. صباح الخير يا ماهر. صباح النور مظلهاني. هو احمد بيه الزهيري في غرفه كام؟ احمد بيه الزهيري؟ اه كان موجود في الحفله امبارح. بس عفوا حضرتك متاكده انه نازل هنا في الاوتيل؟ لا مش متاكده، قصدك انه ممكن يبقى جه الحفله بس مش نازل عندنا؟ وارد يا فندم، بس عموما انا هتاكد وارجع لحضرتك. شكرا. عفوا. ادخل. نعم يا امين، عايز ايه؟ برتاح شوية، في إيه؟ معلش أمك، كنت عاوز حضرتك في موضوع دقيقتين بس. يتأجر عشان أنا تعبانة وعايزة أرتاح. معلش أمك دقيقتين بس. نعم، أنهي موضوع؟ كنت عاوز أتكلم معاكي في موضوع ورد. وأنت مالك مع موضوع ورد؟ المواد دي بنت غلبانة وملهاش حد، يعني لو طلعتيها هتموت، هتعيش منين وفين بس؟ يا أمين، وردة دي بنت قليلة الأدب. ليه بص يا ماما، كل ده عشان حبت واحد وأمنت له، يعني هو اللي طلع نجل. ما ينفعش تحبها يا أمين،
افهم، ما ينفعش، دي حبت راجل تاني وسلمت له نفسها، فهمني؟ طب وغلاوتي عندك؟ وغلاوتي عندك وحياتي عندك كمان؟ بلاش موضوع الطرد ده ومتفضل حرش دلوقتي، لغايه بس ما نلاقي حل المشكله تحت. امين، مالكش دعوه خالص بالموضوع ده، فاهم ولا لا؟ وبعدين على فكره بقى، انا بلغت اسمها تاني وهي اللي قالت انها تطرد. ليه كده يا ماما؟ يعني هي لو واحده تانيه غير وردي كنت عملت معاها كده؟ انت عشان عارفه انا بحبها عشان كده عايز تبعديها عن طريقي وخلاص. لو اي واحده تانيه غير ورد ما كانتش عملت العمله السودا دي، دي بنت فجره. لا يا ماما ورد مش فجره. اتجننت يا امين؟ طب امشي بقى من قدام، يلا امشي الساعات دي بقى. ماما الواد اللي بطل ورد ده يبقى ايوه ماما ورد احمل دينا. انت كذاب. لا مش كذاب. لا كذاب. لا يا ماما مش كذاب، ورد حامل مني وما كانتش عايزه تقول لك كانت خايفه عليا منك وكانت عامله فلان مش تقول عشان ما تعرفيش، بس خلاص المهم لما مشيت ورد انا همشي معاها عشان ابو الواد اللي بطل ورد. انت جننت؟ ما تقولش كده. لا يا ماما هي دي الحقيقه. امشي طلع بره، امشي طلع بره. يا ماما ما تمشيش ورد يا ماما. ما تسمعش صوتك، امشي طلع بره، ما تقولش كده خالص. بره، امشي، امشي بره. امشي طلع بره. ماما 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 رد عليا يا ماما، رد عليا. الحقوني الحقوني الحقوني. ما اعرفش يا نازلي، كان قاعد معايا وفجأة اعتذر كده واستأذن ومشي حتى من غير ما يقول لي بوني. باين عليه انه قليل الذوق جدا زي عصمة الزهيري بالظبط. انت بتسألي علي ليه؟ لا نسيت معاها حاجة غالية عليا شوية. أمي هارب، أمي اتحمرة قوي مش عارفة اتصرف. طب هو هيجيب الدكتور في خلال دقيقتين بالظبط يعني ما معلش. وصل. سلامتك يا دادا، مالك؟ تعبانه يا نازله. ان شاء الله خير، الحمد لله ان دكتور بهاء انا. استاذنكم بس نستنى بره عشان نكشف على المريضه لو سمحت. لا 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 استنى معايا. اطلع يا مين دلوقتي. خليك انت يا نازله. انا هنا. مش معنى استنى معاك. اطلع يا مين. تعالى يا مين، تعالى. الله يسلمك. عشان الدكتور يشوف شغل بس. اقعد يا امين خلاص. والله هتبقى كويسه ما تخافش. السلام يا علي، انا اللي خايف تتعب كده. فين شفاء يا امين؟ انت ما عملتش حاجه. انت كويس وهي هتبقى كويسه خلاص. مالها الست سكينه؟ سلامتها الف سلامه. ايه التجمهر ده؟ بتشوفوا شغلكم ليه؟ اصل الست سكينه تعبانه شويه مراد بيه. مش نازلين يعني نزلت لها مع الدكتور بهاء؟ ايوه المهم جوه. طيب يبقى نشوف شغلنا. ولا نقول للنزل ان احنا في اجازه بقى لحد ما الست سكينه تخف؟ تجديد؟ ايوه. اسمك ايه؟ فؤاد. طب اتفضل يا فؤاد شوف شغل. وانت كمان اتفضلي. مش عاوز حد هنا خالص غير امين. اقعد يا امين. خير، ايه اللي حصل؟ كنت بتكلم معاها بعد كده وشها اصفر وقطع النفس. تعبناك معانا يا دكتور. ولا يهمك يا مربي، ازمه عدت. الواضح انها تعرضت لموقف عصبي رفع ضغطها. بس هي بتاخد حبوب للضغط. هي فعلا لقيت الحبوب جنبها واديتها جرعه زياده، بس المهم ان هي تنام كويس ومحدش يزعجها باي اخبار سيئه. مرات بيها يا اوامر. اسفين على الازعاج مره ثانيه يا دكتور. اقعد يا مين. يعني انت جوزتي ابنك لبنتي علشان يبقى مدير الاوتيل؟ اوتيل ايه يا ابو اوتيل انت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟
انا ابني بقى املاك ابوه تحت ايده يديرها في اي وقت، هو بس اللي اختار انه يعيش هنا جنب بنتك، ودي غلطه هيصلحها دلوقتي حالا. اتفضل وضب شنطتك، هتنزل معايا الفيوم تدير اعمالك من هناك، واذا الهانم بقى عايزه تعيش معاه تتفضل تعيش في خير وخير ابوه. تعيش معاه فين؟ دي بتقعد على السرير بتدوخ، عايزاها تاخد القطر وتطلع لحد الفيوم؟ معقوله؟ خلاص يا حبيبتي خليها قاعده جنبك، ولما الحمل يثبت ان شاء الله تبقى تحصلنا. احسان لو سافرت وسبتها هتتأزم نفسيا، ولو ما رجعتش معايا دلوقتي حالا الفيوم هعتبر نفسي ما خلفتش ابن اسمه احسان بركات. وهنشوف يا هانم كلام مين اللي هيمشي. هو انت ايه؟ جرسون منتحل شخصية بيه؟ ولا بيه متنكر في زي جرسون؟ انا واحد متنكر في زي جرسون وانتحلت شخصية بيه عشان الاقي اختي. مين داخل مكتبي وانا مش فيه؟ انا مش شفتش حد داخل مكتبك يا فندم، لان كمان مشغول بتسكين الاوتيل. اعتقد في بنتي من الهاوس كيبنج دخلت عشان تنظف. شكرا يا مي. عفوا يا فندم. وش معنى انا بقى اللي قررت تبقى صادق معايا وتقول الحكايه دي كلها؟ ابدا، بس انا ما كنتش عايز حضرتك تفتكري ان انا بكذب عليكي. لما عملت حكايه احمد الزهيري دي عملتها عشان اقرب من فخر هاني. شك طلع في محله، انا اختي ما سرقتش، وعشان الكلام اللي قاله لي امين كمان قال لي قد ايه حضرتك قلبك كبير وطيبه وبتتعاملي مع الناس كلها كويس عكس الهوانم والبهوات اللي هناك. فواحده يعني كرم اخلاق حضرتك انا ما اقدرش اكذب عليها، اصلا انا اصلا ما بحبش الكذب، ولا عايز ابقى زهيري ولا عايز ابقى فؤاد. ده كل اللي انا عايزه ان انا الاقي اختي. انت شايف ان بعد الكلام ده كله انا المفروض اشترك في المسرحيه بتاعتك دي؟ نازلي هانم، حضرتك اكيد عارفه دوحه صح؟ طبعا عارفاها. تفتكري ان دوحه ممكن تسرق؟ بصراحه لا. طيب حضرتك حطي يعني مع فرق المقامات طبعا، بس حطي نفسك مكاني. لو حضرتك بتدوري على اختك مش هتبقي مستعدة تعملي أي حاجة علشان توصلي لها؟ أنت اللي حط نفسك في مكاني. أنت تشترك في لعبة زي دي؟ أنا ما طلبتش من حضرتك إنك تشتركي، ولا هطلب منك أي حاجة. كل بس اللي هترجاكي فيه يومين تلاتة أفهم فيهم إيه اللي بيحصل عشان أعرف أوصل لها. أنت متخيل بقى إزاي إنك هتعرف في اليومين دول؟ بصراحة معرفش. بس دي سابعة على ربنا. ان شاء الله هلاقيها. ادخل. حضرتك طلبتني؟ انت دخلت المكتب هنا ولا تحت عند الست سكينه مش كده؟ لا. متاكده؟ حضرتك بنفسك شفتني تحت، ازاي هبقى موجوده في مكانين في نفس الوقت؟ حاولي تراجع نفسك يا ورد، لو في يوم من الايام فكرت انك تتحديني تأمر بحاجه تانية؟ بره. ده مش كلام فارغ يا احسان، هي من ساعه ما اتجوزنا ملهاش امنيه غير انك تسيبني واديك بتسيبني اهو.
ماشي يا حسين روح لها، وانا كمان مش عايزاك. اقول لك حاجه؟ ولا عايز ابنك اللي بعتني اهو، انا مش عايزه حد خالص. امال 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 ارجوكي ما تعمليش كده، هما يومين اتنين وراجع. ما تسيبنيش يا حسين. ادخل. حسين بيه، انا ثاني في انتظار حضرتك العربيه. طيب خد الشنطه دي وقول لها انا جاي وراها على طول. تحت امر حضرتك. حسين انا محتاجه لك قوي، عمري ما كنت محتاجه لك قد دلوقتي، عشان خاطري ما تسيبنيش وتروح لها. خليك جنبي يا امال، غصب عني دي امي. مش هتنزل يا حسين؟ يا امال ماما عنيده وممكن تمشي وتسيبني، وساعتها هتبقى مشكله معاها ومع بابا. معلش معلش يا حبيبتي، يلا خدي بالك من نفسك. احسان يا احسان احسان، لو سبتني ومشيتي احسان عمري ما هسامحك. استنى، انت بتعملي كده ليه يا امال؟ بقول لك محتاجه لك يا احسان عشان خاطري خليك معايا. صدقيني من مصلحتنا انا وانت ان انا امشي دلوقتي. مش هتمشي يا احسان. امال 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 حضرتك اكيد فاكره حمل امال هانم كان صعب قد ايه. صدقيني ما كانش بايدي، النزيف ما كانش عايز يقف، ولو ما كنتش استأصلت الرحم ما كانتش هتعيش يا اسمة هانم. تهمني ان انا السبب في انها وقعت، رافضه ادخلها عشان مش عايزه تشوفني. انا عمري ما حبيت حد في حياتي قد ما حبيتها، مستعده عشان اعمل اي حاجه، حتى لما كنت عايز اروح مع ماما الفيوم كنت عايز اروح عشان خاطر احنن قلبها عليا لما تهدى، وعشان احاول اقنعها انا وابويا ندوب الكفاوه اللي بينهم، عشان لما يجي ابننا نفرح بيه كلنا. طمنينا يا اسمها تاني. عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله كويسه قوي. محتاجه تستريح وتنام وتتغذى كويس علشان تعوض الدم اللي نزفته، بس الحمد لله البيبي كويس. متشكره جدا مجهوداتك دكتور. طبعا لاذنكم. اتفضل. طب انا عايزه اخش اطمن عليها. حبيبتي لا، خلوها نايمه، انتوا يلا روحوا انا هبات معاها. لا انا كمان هبات معاها. لا يا حبيبي انت بالذات لازم تروح، انت عارف هتشوفك هتبتدي تتعصب من اول وجديد. انا هقعد معاها لحد ما تستريح وتهدى، بس انت لازم تحمد ربنا ان مراتك وابنك كويسين. يلا يلا روح يلا. تحت امرك هنا. يلا يا حسين. هو انا هقدر عليك ليه يعني؟ معرفش، بس انت بتكذب. اللي في بطن ورده ده مش ابنك. لا اللي في بطن ورده يبقى ابنك. لا مش ابنك، عشان انت لو كان حصل بينك وبينها حاجه كنت حكيت لي يوم ما كنت سكران عند دميان. انت ما خليتش حاجه في جوفك يوميها ما حكيتليش عنها. طب وانا بقول لك هو اللي في بطن ورده يبقى ابني. مش فاهم انت بتكذب ليه. انا ما بكذبش يا علي، هي دي الحقيقه، الواد اللي في بطن ورده ده يبقى ابني وخلاص. مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. انا هروح ابات عند امي في الاوضه عشان لو احتاجت حاجه تلاقيني. تصبح على خير. انت من اهله يا امين. أمين. وانت وانت سمعتيش؟ ما أنا ما كنتش هعرف أنام لما أتكلم معاك. أنت محتاجة حاجة؟ أنا كنت عايزة أقول لك إني مهما شكرتك عمري ما هعرف أوفي حق اللي أنت عملته معايا، وبرضه مهما اعتذرت لك مش هعرف أكفر عن إن أنا السبب في اللي حصل للست سكينة. بس يعني احنا لسه فيها،
لو انت يعني عايز تقولهم الحقيقة انا عمري ما هعرف الوم عليك. حقيقة؟ الحقيقة ان انا بحبك قوي يا ورد، ممكن اعمل اي حاجة عشان خاطرك. انت اعظم رجل انا قابلته في الدنيا دي كلها. شكرا. الكلام ده ما ينفعش اقوله لاي حد، ولا حتى في جواب يتقال عليه اخوي، بس انا نفسي اقوله، عشان كده هقوله لنفسي هنا. من يوم ما اشتغلت في اللوكان ده وانا حاسه ان كل حاجه ملهاش طعم، وحتى الايام بقت شبه بعض. ما ابتديتش احس بطعم الدنيا ولا حلاوتها غير لما حسيت ان مراد كمان بيحبني زي ما انا بحبه. لا مراد بس، واحنا لوحدنا انا اسمي مراد بس، مفيش بيه. هو انت بجد جاي ورايا لحد هنا؟ طبعا واجي وراك لاخر الدنيا كمان. اخر الدنيا؟ المهم ما تغيبش على عيني ابدا. مراد قال لي ان انا مراته قدام ربنا لغايه يعني ما تيجي فرصه ويقدر يعلنها قدام كل الناس.